وصلنا ثمر لمساحتنا الطبية لليوم يلي رح نتوقف فيها عن موضوع ممكن يهم كل سيدة. حبوب منع الحمل التي تعتبر من أكثر الأدوية شيوعاً بحياة السيدة، برغم من فوائدها الطبية للعديد من الحالات المرضية، إلا أنه اليوم رح نتعرف مع بعض انه قديش في اثار ومضاعفات ممكن تتسببها هيدي الحبوب، وايضا العديد من الاسئله الاستفسارات حول هذا النوع الدوائي رح نعرف الجواب اكيد من ضيفنا الدكتور اكرم الاحمر، اختصاصي بامراض النسائيه ومعالجه العقم. يسعد صباحك دكتور. يا صباح الفل، يا هلا. اهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور. يا صباح الفل. بالبدايه خلينا نحكي عن حبوب منع الحمل. سيدتي الكريمة، أولا صباح الخير لكم مرة تانية ولمشاهدينا ولكل ياسمينات سوريا. بدي أبدأ من مقدمتك سالية لأنه قلتي بهم كل سيدة. لا هلأ وانت بعك حرطيني لأبدأ بقى بداية جديدة بكل حلقة. يهم كل سيدة وكل بنت. تماماً. أوكي. هلأ هي بالتسمية حبوب منع الحمل، طبعا هي تم اكتشافها خلينا نقول بالخمسينيات ستينيات، خلينا نقول بس مقدار بسيط بأول دراسات لأجرية استخراج مادة بروجستيرون كانوا بيحتاجوا لحوالي 85,000 مبيض من قرود الشمبانزي ليطلعوا نص ميلي جرام من مادة بروجستيرون بالبداية لما كان اكتشافها. بعدين بقى بلشت الكيمياء الحيوية تشتغل شغلة لغاية ما وصلنا للبيلز بشكلها الحالي. هلأ حبوب منع الحمل هي بالأساس اكتشافها بغرض منع الحمل، ولكن نحن وصلنا لمرحلة إنه هي تعالج ألف قصة وقصة. يمكن التطورات العلمية يا دكتور هي اللي وصلتكم لنتائج عديدة، يمكن كان الهدف هو تأخر الحمل أو منعه يمكن بشكل كامل، ولكن أصبحت استخدام موانع الحمل لأغراض تانية مثل ما قلت بتهم كل بنت اللي عم تنظم الرجل عندها. طيب مو بس تنظيم الرجل، هلا بدنا نمشي خلينا نحكي عنه دكتور بشكل موسع. استطبابات قصدك سمر. اوكي سيدتي، انه هلا نحن بنقول الاستطبابات تبعيتها، كلمه الاستطبابات تعني السبب الطبي يلي بخلينا نوصف اي دواء او نعمل اي عمل جراحي. طيب هلا بدنا نفوت بهذا الموضوع، انه نحن بنقول هي صح بديت كحبوب منع حمل. نعم. اوكي ما اختلفنا عليها. طيب هلا بنفوت بشيء ثاني اللي هو انه اذا اي بنت او اي سيده عندها اضطراب بدورتها الشهرية، عندها عسرة طمث شديدة، يعني عسرة طمث ألام شديدة كتير، طيب في عندها مثلا بتصير عندها دورتين بالشهر أو تطاول بزمن الدورة الشهرية، بيصير في عندها أكنية حب شباب أو عز النار الكتفي، بيصير عندها شعرانية قوية كتير موجودة، بيصير عندها PCO يلي هو البوليسيستيك أوفري سيندروم يلي هو المبيض المتعدد الأكياس، أو كيسات المبيض بمختلف أحجامها ممكن توصل للستة سبعة عشرين سنتي أوقات. نعم. توصل يلي هل حبوب منع الحمل بيروحوا الأكياس ولا بحاجة الصبية إلى عملية؟ لأنه دائما الدكاترة بيلجأوا للعمليات بهالوقت. لا نحن هلأ بنتحاشى نوصل لعملية، وخاصة طالما في كنترول على الموضوع، في فولو أب للمريضة، هي نقطة. النقطة الثانية طالما نحن ضمن الحجم يلي هو يعني خلينا نقول تحت الحجم الحدي 5.5-6 سنتيمتر، إلا بعض أنواع الكيسات يلي هي قد تكون كيسات عجائبية، هي بدها موضوع لحالة، أو كيسات الاندوميتريوسيز اللي هي كيسات بطانة الرحم الهاجرة. هذا صار موضوع آخر، صار ميالين سمر لأنه نفوت باتجاه التداخل الجراحي. أما من ناحية أنه الحبوب منع الحمل أو تنظيم الدورة أو معالج الأكياس يلي هي قد تكون الفيرست تشويس، الخيار الأول لإلنا لمعالجة مثل هيك حالات. طيب المدة دكتور، المدة للصبية بعدها تلجأ للعملية قدر سنة ست شهور؟ خلينا نقول إذا هلأ نفترض أنا وياكم فاتت لعنا مريضة هلأ لهون على الاستوديو، عملنا لها إيكو لقينا عندها كيسة حوالي 4.5-5 سنتي، ما لقيناها متوترة كتير، يعني متوترة بمعنى أنه هي كتير رقيقة ممكن أو ممكن تكون لافعة المبيض أو عاملة انفتال مبيض تماما. فلذلك بهيك حالة نحن منقول مع المعالجة قد ناخد 6 إلى 8 أشهر بعدين إذا ما راحت كامل، ولكن باستشارة طبية ومتابعة. متابعة دكتور تماما. يمكن بتتذكر كنت معنا ايضا ضمن مرق معنا الشهر الوردي لسرطان الثدي من فتره، يمكن كان اكثر حديثنا انه حبوب منع الحمل احيانا في حال
تم أخذها بدون استشارة طبيب أو لمدة طويلة هي ممكن تكون سبب بسرطان الثدي، نظراً للهرمونات اللي هي رح تنقلب وتتخربط. يمكن أنت نبهت على هذا الشيء، ف متابعة والاستشارة هي مهمة. قديش وحبوب منع الحمل تساهم بسرطان الثدي؟ الله يبعد عنك. أولاً تسمحي لي أشكرك إلك سالي ولفريق الإعداد على هذا السؤال جدا مهم. السبب الدراسات الدقيقة كثير إنه تثبت علاقة مباشرة سببية مطلقة بين حبوب منع الحمل وزيادة الخطورة بإصابة بسرطان الثدي. لهلأ ما قدرنا نضبطها بشكل دقيق تماماً، ولكن منقول لأنه في عوامل خطورة تانية موجودة. نعم. فلذلك ما عم نقدر نعزل عوامل الخطورة الأخرى عن إنه حبوب منع الحمل هي اللي أدت إنه تزيد نسبة الإصابة بسرطان الثدي. فلذلك هون القرار بده يكون بيد الطبيب، بده يكون قرار حكيم يدرس كل العوامل وبياخذ قراره بعدين بيستمر ولا لا. بس إذا بده يستمر بده يستمر بأخفض جرعة ممكنة من حبوب منع الحمل، لأنه مو كل حبوب منع الحمل نفس المادة الدوائية، ولكن الجرعات مختلفة مع مراعاة عوامل الخطورة. بمعنى أنه هلأ خليني أقول معلومة بسيطة مشان موضوع الثدي. حبوب منع الحمل تنقص من تكون آفات سليمة للثدي. خلينا نذكر هلأ رقم 5، رح يمرق معنا رقم 5 بغض النظر 5% ولا 50%. 50% تنقص حبوب منع الحمل من تشكل آفات سليمة بالثدي. نعم. 50% تنقص حبوب منع الحمل أو التنظيم أو معالج الأكياس بلا بلا بلا، عم نعيدهم بس مشان الصورة تكتمل، أنه تنقص من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم. 50% تنقص من خطر الإصابة بسرطان المبيض القاتل الصامت المرعب هذا اللي كلنا بنرتعب منه. صحيح. طيب فلذلك نحن إذا منشوف إنه نسبة الخطورة الموجودة بالمقارنة بالبنفيتس الفوائد اللي ممكن ناخدها، منلاقي نسبة الفوائد عالية. ولكن نرجع منقول بعد تحت استشارة الطبيب، بعد ما بعمل ماموغرام وإيكو للثدي. نعم. إذا السيدة بدي أعمل لطاخة من عنق الرحم، لما بلاقي كل عوامل مضبوطة وما في عوامل ريسك كتير واضحة حدية سيريوس كتير ميجر، بمعنى إذا بلاقي وحدة في عندها هلأ التهاب وريد خثي موجود برجلة أو دوالي شديدة كتير لدرجة ممكن تؤهب لالتهاب وريد خثي، أنا هي لا ما منعطيها وقت حبوب منع حمل. من ناخدها مثلا لمريضات الضغط. نعم. إنه بنقول بيرتفع الضغط شوي، لا، عوامل ارتفاع الضغط قد تكون انه بس استعداد بنيوي عند الانثى سواء بنت ولا سيده انه يطلع ضغطها شوي باستخدام حبوب منع الحمل، اما غير هيك لا تؤثر على الضغط الشرياني. ما هو الحقيقه موضوع كثير طويل. هو موضوع كثير طويل دكتور. وبيقولوا كمان حبوب منع الحمل بتعمل صداع، زياده بالوزن، غثيان، كثير لها كمان اضرار ثانيه. وكمان واهم شيء بيقولوا الكآبه بتصيب اي اضطراب المزاج ومرتبط منع الحمل بالاكتئاب بشكل مباشر. شو رأيك بهالحديث؟ طيب لا هلأ لك هاي سايد إفكتس، تأثيرات الجانبية تختلف من بنت لبنت. رح أقول شغلة رح نستغربها كلياتنا وأنا متكم مستغربها هلأ. تمام. هلأ هي إنه أقول مثلا اخترنا نوع حب مانع حمل يلي فيه تركيبات معينة من الدواء الاستروجين والبروجستيرون. أوكي. طيب. نعم. هلأ بتجي بتقلك المريضة إنه لا بدي أجيب الدواء الأجنبي لأنه أفضل. 100%. هاد كنت بدي أسأل يمكن دكتور دغري جاوبت عليه. والله سبقتك يعني دغري تماما. طيب توارد حلو للأفكار بيناتنا اليوم. هلأ منجي منلاقي أنه تستخدم ما بتلاقي صار عندها هاي الأعراض التي عنا سمر اضطراب المزاج والتعصيب ويا لطيف وأرض اشتدي وما حدا أدي وتعود للوني. أوكي معها حق. طيب تجي من إلا منعطيها نفس الدواء الوطني أو العكس على ما نحكي أو الوطني ونفس التركيبة، ما بيصير عندها شيء من هاي الأعراض. السبب هو تركيبة الجزيء الفراغي للمادة الدوائية يلي كتير ناس ما بتعرف عنها. فلذلك منقول إنه معلش يعطيناها هذا الدواء عصبت منه كتير هالشهر، من إلا طولي بالك بجوز الشهر الجاي تأثيرات الجانبية تكون أقل، ما منغيره أو نضطر نغيره ببعض الأحيان. بس نادرا لما منلاقي إنه التأثيرات الجانبية غير مسيطرة عليها. ولاحظي الشغلة سالي وسمر، إنه هون تفهم الطبيب لمريضته إنه يرد يعطيها 5 دقائق زيادة من وقته، إنه يسمع هيك هواجسها ومخاوفها ويهديها يطمنها شوي، تساهم كتير بتقبل الحالة. لأنه في منه بعض هذه الأعراض الجانبية هو نتيجة الخوف المترقب من حدوثها.
تمام؟ مزبوط. قبل ما تحدث هي جاهزة السلف انه رح تعصب ورح كذا وتعمل لنا قصة، لانه مشهورة معروفة عند الكل انه منع الحمل شو بده يعمل. فيمكن من اول حبة ببلشوا كل هالاعراض تظهر عندها نفسيا. يمكن كمان قضيتي على شغلة كثير مهمة للدكتور عن الكآبة، لانه اي بنت مثلا ممكن عم تاخذ شيء لتنظيم الدورة الشهرية بتلاقيها هيك عم يصير عندها مثل هبات سخنة باردة، فبتقول انا معصبة وما بتعرف ليش معصبة. تماما فشش برفقاتها. تماما. فلذلك هون التواصل مهم، تبديل المادة الدوائية والصبر شوي اللي ممكن يخليها بلش تاخذ الفوائد العالية منها، مع شوية تكيف مع الحالة. يعني عصبت شوي تطلع تمشي خمس دقائق. طيب دكتور بأي عمر بتبلش ممكن الفتاة تاخذ؟ سؤالك جدا خطير سيدتي. اوكي. لسبب، إذا بنرجع للاستطبابات يلي أول ما سألتني سالي بأول حلقة وبمقدمتها للحلقة إنه هو بس للسيدات، لا بنقول للأنثى. طيب خليني أقول، نفترض هلا أنا وياكم أنثى، هلا عمرها بنوتة، عمرها 14 15 سنة 13 سنة، بلغت وإجت لعنا وعم نعملها فايل أنا وياكم، تمام؟ طيب جينا درسناها للحالة، أوكي، بداية حادث البلوغ عندها. طيب ممكن يمرق سنة لسنة ونص سنتين دورتها معنا منتظمة، هذا نورمال طبيعي. طيب صارت بال 17 18 سنة، ظلت دورتها غير منتظمة، آلام طويلة، تطاول، نزف، تحجير صدر، كآبة، بترجع بتروح بالأراضي فوراً على أقسام الإسعاف المشافي. طيب أوكي، بسبب أسرة الطمس الشديدة ممكن نشوفها. طيب بهي الحالة لا، ممكن ابدأ بالفيرست تشويس يلي هي البيلز، موضوع حلقتنا اليوم حبوب منع الحمل أو تنظيم، ممكن نبدأ من هذا العمر بعلاجها لهي البنت. وهون نلاحظ مخاوف كتير نسمعها بهالحالة، إنه دكتور بكرة ما بقى تحبل. مزبوط. عن عقم، يعني هي الفتنة بالمحصور. وهذا بتعرفي هي هذا إنه موضوع حلقة لحاله. خلينا نجاوب بسرعة يمكن لأنه حسيت إنه الوقت. لا دكتور. لا لا. خلينا نقول بس هيك تعليق بسيط كتير، إنه لو إنه حبوب منع الحمل تؤدي للعقم لكانت كل أوروبا وأمريكا انقرضت. لسبب انه لانه كلياتهم من الهاي سكول بالكوليج بالجامعه تبعيتهم كلهم لانه بيعملوا علاقات مع رفقاتهم بياخذوا البيلز. بس دكتور خلينا نضيق على شغله كثير مهمه اللي هي بحبوب منع الحمل، انه هي بتاخذوا كورس، اجت لعندك البنت او السيده لتاخذ كورس منع الحمل بغرض شو؟ بغرض تنظيم الدوره الشهريه. فبعد فتره تنظمت عند الدوره الشهريه، يمكن قل شعر الجسم طبعاً. وحتى الحب بيروح من الوجه. طبعاً. النضارة. النضارة بتصير. نضارة لأنه في حفاظ على الكولاجين بنسبة عالية كتير. نعم. تمام. فبهذا الوقت ممكن يصير عندها أنه الدورة تخف، الدورة الشهرية. شو هذا السبب؟ بعد ما تأخذ كورس منع الحمل. أولاً أنا كتير مستمتع بالحلقة معكم لأنه حاسسة مو لقاء هيك، حاسة قاعدة وشي جميل كتير. أكيد. ونحن كمان. أكيد دكتور. شكراً. السبب سيدتي أنه هي دخلت بآلية التنظيم، بمعنى القصة نظمت القصة اللي عندها اللي هي حبوب منع الحمل، نظمت القصة عندها. طيب ممكن يمرق شهرين ثلاثة، هي بالأساس كان عندها تطاول زمن دورة بس مفكرته within normal ضمن الطبيعي. هلأ لما صارت طبيعي مثل ما قلتي انه خفت الدورة الشهرية عندها، صارت طبيعي هي فرقتها عن أول، فحسيت انه في شيء مانو طبيعي صار عندها. لا من إلا هذا الطبيعي، بس لأقول السبب هرموني للقصة. تمام. هو هذا سؤالي. انه نحن بنقول التالي، انه باقصى الحالات رح نفترض هلا عندنا سيده وجت اخذته حبوب منع الحمل سنه سنه ونص سنتين، لانه هلا ما بدا الولاد عم تنظم الاسره تبعها. تمام. فايته بالبروجرامينج يعني او بالبلانينج بالحمل المبرمج. طيب اوكي. ممكن يمرق بالماكسيموم عندها شهر او شهرين بعد ما بتوقف الحب هذا الشهر، شهر او شهرين بتجيها دوره شهريه، بتجيها بيريود. اوكي. ولكن قد تكون دوره لا اباضيه، فهو هذا الماكسيموم تبعه انه بقايا استعمالها للحب المانع لهالفتره الطويله هي انه ادى انه بس يطلع دوره لا اباضيه، ولكن تجيها دوره شهريه. فممكن بالتتالي يكون عنا انه مواصفات الدوره مختلفه عن الدورات اللي كانت تعرفها قبل، بس هي كلياتها لساتها ضمن الحد الطبيعي. دكتور كثير من السيدات بيقولوا عم ناخذ نحن دواء منع الحمل ولكن حدث حمل معون فبدنا نعرف شو أسباب فشل منع دواء منع الحمل. إنه يمنع الحمل. هلا هون بدي لك بأكثر من 99.9 سبب هذا اللي بيصير إنه هي بتكون نسيت حبة أو كانت مريضة استفلت حبة واحدة. دكتور أي أوقات تفلت الإباضة من حبة واحدة. أي طبعا طبعا. والشيء الحلو نلاحظ شغلة كمان بيأكد معلوماتنا اللي حكيناها، إنه مو هي بتكمل بقية الظرف بعد ما نسيت حبة وطلعت إباضة،
وتم الهي وصار نعم. في إلقاح نعم. تمام نعم. فمنلاقي إنه بقية الحبات بتصير بتغذي الحمل صحيح. معنوه هي حبوب منع حمل بس بتغذي الحمل، فلذلك هذا السبب. في سبب آخر هو غريب شوي صدق. يلي هو إنه هي أخذت هال 21 حبة تمام، لبينما تجي الدورة القادمة في منهم تطلع من عندهم بتفلت إباضة متأخرة، فبتلاقي إنه بهي الفترة لبينما تجي الدورة القادمة شو السبب بيصير؟ بيصير عند الشريحتين العمريتين يلي ببداية سن النشاط الإنجابي وبنهايته نعم. لما بيصير في اضطراب هرموني بسيط. ضرورة أخذ دواء منع الحمل بنفس الوقت بيقولوا؟ لا بنفس الوقت، نحن بنقول لهم بس المساء قبل النوم هي مشان تكون حاطط هنا كله إنه متعارف على إنه لازم نعم. بنفس الوقت كمان خطأ هذا الشيء. نو 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 ما في مشكلة. لا إنه بس الفكرة ما تنساها. إذا نسيتها بتأخذ حبتين؟ أها طيب. حلو السؤال. إن فرضا هي بتأخذها على 12 وحدة بالليل قبل ما تنام تمام، نسيتها هلأ الصبح على بكرة بكير تمام. تأخذها وتلحق وحدة تانية اليوم بالليل متأخرة، بعدين بترجع كله. لا مو تجي تأخذها بعدين تنتهي مثلا، تجي تخطنت فيها المساء وتأخذ وحدة تانية المساء بتخبصها للدورة، أو إذا طلعت إباضة بتحبل. في دكاترة عم بيصفوا حبتين بنفس الوقت مع بعضهم الصبح إذا الفتاة عندها مثلا كياس بالمبايض حبتين مع بعض دوز دبل نو هذا ما سمعنا بهيك طريقة أبدا ما إلا أبداً. إذا كان في غرض آخر من أنه يعطي الحبتين، مو الغرض علاجي نعم. أنه بده يعطي الحبتين تأخر الدورة عليها بده يعطيها بسرعة لتجي الدورة. لا يمل من الحكي معك، يمكن أكيد لسه لو معنا ساعة تانية لنحكي أكثر مواضيع معك دكتور أكرم الأحمر. شكرا كثير لوجودك معنا، شكرا للمعلومات اللي قدمتها اللي هلأ كل سيدة أكيد بتكون استفادت منها، وايضا بنت ايضا شكرا كثير لك. ان شاء الله هيك يكون لنا مواضيع ثانيه. اهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحكم. متشكرك كثير دكتور اكرم الاحمر على معلوماتك الحلوه كثير.